السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. ها؟ ليش الحمد لله على السلامة؟ طالع من السجن انت لبسك ذا. مسوي تذب بنت وجهك؟ كل ولا يكثر بس، كل. ايه لا تنفخ عليه، ما سوى لك شيء. لا يا شيخة، مسوية فزعة انتي؟ ما هو بشغله ستطلعي منها احسن لك. يا الله صباح خير. الناس تصبح على خير، وانتم تصبحون على هواش. هذا اخوكم الكبير احترموه. يبا هو اللي بادي. امس طاردني من غرفته واليوم هاوش سليمان. بلا بثارة. غرفتي ما بيستطبينها، أوكي؟ خلاص، على الأقل احترموني أنا وأبوكم. يلا افطروا. لا تناظر يا بزر أنت وياه، لا تناظر. بسم الله. يا جماعة مشان الله انتبهوا من أقل البقوليات، لأنه بتزيد من مضاعفات بعض الحبوب الناتجة عن الحساسية. برضو مشتقات الألبان كالحليب والجبنة والقشطة، الحاجات دي بتعمل مضاعفات وتهيجات، لذلك بنحذر لجميع الناس اللي عندهم الأعراض دي ما يتناولوها. المنبهات كذلك مثل الشاي والقهوة نحذر منها وبشدة نظراً لما تسببه من مضاعفات وتهيجات. عامر، ايش فيك يا امي؟ ما فيني شيء. الا فيك شيء، انت متغير، وش فيك؟ قلت لك ما فيني شيء. حبيبي انا امك وعارفك زين، قول لي وش فيك. الحبه شافها عزوز برقبتي، حبه كبيره. وش تقول؟ ما فهمت لك. ما فيني شيء. ادخلوا جوا، يلا عندي موضوع مع عامر، يلا تعال حبيبي. وش فيك؟ يما طلعت لي حبة بركبتي تخوف، شكلها غريب. وين اشوف؟ اي بس بتعلمين احد. بس كذا ومزعل نفسك وحاط لك قم. يا ما طلعت لنا حبوب وحنا صغار، ما صار شيء. روح للمستشفى والدكتور يعطيك مرهم وان شاء الله بتروح. يعني عادي؟ يادي. طب من وش طلعت لي؟ حتى يما يمكن من الجو، من نوع الأكل اللي تاكله، الطبيب بيشرح لك إن شاء الله. أكيد.